وقبل أن ننتقل لما بعدها من المسائل أود أن أنبه لمسألة مهمة، وهي ما هي الرحم التي يجب صلتها والإحسان إليها ويأثم المرء بقطيعتها. فإن المرء ربما كان منتسبا لقبيلة أو عشيرة أو عائلة، فهل كل من ينتسب لهذه القبيلة والعشيرة والعائلة يجب الإحسان إليه والبر به أم لا؟ نقول إنما تجب صلة الرحم للرحم المحرمة. ومعنى الرحم المحرمة التي لو فرض أن أحد الطرفين فيها ذكر والآخر أنثى لحرم التزويج على سبيل التأبيد، وذلك فيجب على المرء أن يصل أباه وأجداده وأمه وجداته وأبناءه وأحفاده وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأبناء أخيه وأبناء أخواته وبناته. فهؤلاء هم الرحم المحرمة التي تجب صلتها. والدليل على أن الذين تجب صلتهم إنما هم الرحم المحرمة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل السنن بإسناد صحيح، من أنه نهى عن الزواج المرأة بعمتها أو نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، قال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين المرأة وعمتها وخالتها إن كان من قطيعة فهي من قطيعة الرحم. ولم يحرم الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم زواج المرأة على ابنة عمها، مما يدل على أن ابنة العم وابن العم ليس من الرحم التي يجب صلتها. نعم، هي من الرحم التي يجب يحسن الإحسان إليها ويتأكد تأكدا شديدا، ولكن التي يجب صلتها إنما هي الرحم المحرمة دون غيرها. وإنك لتعجب أحيانا عندما ترى لرجل عمة أو عمة لأبيه أو خالة لأمه ونحو ذلك، ولا يعرف عنها شيئا ولا يسأل عن خبرها ولا ينظر في حاجتها، فإن ذلك وأيم الله لهو المضمون.